السلام عليكم. اليوم بدنا نعطي مادة الصف التاسع المقررة لهذا الأسبوع لمادة الكيمياء. تحدثنا في الأسابيع الماضية الفائتة عن الخلايا الكهروكيميائية، حكينا عن الخلايا الجلفانية وأنهينا الحديث عن الخلايا الجلفانية. تحدثنا عن تحولات الطاقة في الخلايا الجلفانية، تحدثنا عن عمليات حركة الإلكترونات فيها وعن حركة الأيونات، تحدثنا عن نصف تفاعل التأكسد والاختزال الحادثة عند الأقطاب وكيفية تحول الطاقة من كيميائية إلى كهربائية. في الأسبوع الماضي بدأنا في الحديث عن خلايا التحليل الكهربائي، تحدثنا وقلنا بأنها تفاعل تأكسد واختزال غير تلقائي، أي وجود بطارية، أي وجود مصدر خارجي، فرق جهد خارجي المسبب لهذا التفاعل الذي يحدث في خلايا التحليل الكهربائي. حكينا نتيجة مرور تيار كهربائي في محلول مادة كهرلية أو مصهور. ماذا نعني بذلك؟ أي يتواجد عندي المادة على شكل أيونات وهي حرة الحركة في هذا الوعاء، في وعاء التفاعل في المحلول أو في المصهور. تحولات الطاقة بخلايا التحليل الكهربائي من كهربائية إلى كيميائية نظرا لوجود البطارية. مثال على ذلك، مصهور يديد البوتاسيوم. لما نحكي مصهور معناته أنا في عندي أيون موجب وفي عندي أيون سالب في هذا الوعاء. نظرا أو لنستذكر مكونات خلايا التحليل الكهربائي، تتكون من قطبان من الجرافايت متصلان بسلك خارجي وبطارية في وعاء. هذا الوعاء يحتوي على مادة كهرلية، يحتوي على مصهور يديد البوتاسيوم. طبعا مصهور يديد البوتاسيوم هو عبارة عن أيونات حرة الحركة داخل الوعاء. نتيجة أنه أقطاب الجرافايت متصلين في البطارية، يعني البطارية موجب، إذا نتيجة لذلك هذا القطب موجب المصعد، وكذلك الأمر ينطبق على قطب الجرافايت هنا لأنه متصل في القطب السالب من البطارية، إذا فهو يحمل شحنة سالبة. نتيجة بأنه في عندي أقطاب مختلفين بالشحنة، تتجه الأيونات في المصهور نحو القطب المخالف لها بالشحنة، وهنا يحدث عندي التفاعل تأكسد والاختزال. يتجه الأيون السالب نحو المصعد ويحدث له عملية تأكسد. نتيجة لعملية التأكسد كما نلاحظ هنا في نصف تفاعل التأكسد يخرج لدي جزيئات اليود. نتيجة لعملية التأكسد أيونات اليود فقدت إلكترونات وخرجت على شكل المادة المتواجدة عليها في الطبيعة، على شكل جزيئات اليود. كذلك الأمر ينطبق على أيونات البوتاسيوم الموجبة، فهي تتحرك نحو القطب المخالف لها بالشحنة المهبط ويحدث لها عملية اختزال وتخرج على شكل ذرات صلبة كما تتواجد في الطبيعة. لننظر هنا لنصف تفاعل الاختزال، أيون البوتاسيوم بكسبه إلكترون يخرج على شكل أيونات، يخرج على شكل ذرات صلبة، ذرات متعادلة. نظرا انه احنا متعودين بعد ما نكتب نصف تفاعل التأكسد وبعد ما نكتب نصف تفاعل الاختزال نكتب معادلة التفاعل الكلي، ونحن حكينا بأي تفاعل يجب انه يكون عدد الالكترونات المفقودة بيساوي عدد الالكترونات المكتسبة. نلاحظ هنا بانه ايون البوتاسيوم اكتسب الكترون لكي يتحول الى ذرات البوتاسيوم الصلبة، وهذا الإشي مخالف، يجب أن يكون عندي عدد الإلكترونات متساوي. علشان نحل هاي المشكلة بضرب التفاعل كامل، المعادلة كاملة، نصف تفاعل الاختزال كامل باثنين، فبتصبح عندي التفاعل 2 كي موجب زائد 2 بواحد 2 كي. هل أصبحت عدد الإلكترونات المفقودة والمكتسبة متساوية؟ نعم، نكتب معادلة التفاعل الكلية الموزونة. أوكي؟ كذلك الأمر في هذا المثال، لدينا مصهور بروميد الصوديوم، مصهور بروميد الصوديوم أي يتواجد على شكل أيونات وهذه الأيونات حرة الحركة. لننظر إلى التفاعل أو وعاء التفاعل،
في عندي أيونات حرة الحركة، لدينا مصعد مهبط مرتبط بالبطارية ومهبط كذلك، تتجه الأيونات نحو القطب المخالف لها بالشحنة وتحدث لها عملية التأكسد والاختزال. يتجه أيون البروم نحو المصعد ويتحول إلى جزيئات البروم. كذلك الأمر يتجه أيون الصوديوم نحو المهبط ويخرج على شكل ذرات الصوديوم الصلبة. كذلك الأمر في المثال السابق، أيون الصوديوم باكتسابه إلكترون يتحول إلى ذرات الصوديوم متعادل شحنته صفر. نظراً أنا بدي أكتب معادلة التفاعل الكلي، وهي المعادلة التفاعل الكلية الموزونة يجب أنه يكون عندي عدد الإلكترونات المفقودة بيساوي عندي عدد الإلكترونات المكتسبة، فبضرب التفاعل كامل باثنين تطلع عندي النتيجة 2 في NA، 2 NA موجب 1 زائد إلكترونين سالب زائد 2 NA، وفي النهاية بجمع نصف تفاعل التأكسد مع نصف تفاعل الاختزال وتطلع معي معادلة التفاعل الكلية. طبعا أيضا عدد الإلكترونات المفقودة هون صار عندي يساوي عدد الإلكترونات المكتسبة. لو سألتك ما أسماء العناصر التي تكونت عند هذه الأقطاب، بدك تحكي لي جزيئات البروم وذرات الصوديوم. يبقى لدينا سؤال صفحة 25 في الكتاب المدرسي. هذا السؤال يبقى لك كواجب بيتي. نلتقي بإذن الله تعالى في حصص تالية مقررة على الدروس.